بسم الله، هنشوفها مع بعض. لو انا عايز اكتب اسم الاوضه ومساحتها بكل بساطه، كنت باجي من اركتكشر روم واروح كاتب اسم الاوضه ومساحتها واي معلومات انا عايزها للاوضه ديت. طب فرض ان انا حاولت اعملها في مره وفشلت، تمام؟ يعني جيت هنا في اللوحه دي مثلا، تمام، وجيت زي عادي اركتكشر روم وجيت احط، لقيت مش حاسب حاجه خالص، بيجيب لي رسالة غلط. طب دي حلها ازاي؟ تمام، حلها بكل بساطة ان انا بعلم على المعماري نفسه، او باجي في element properties type properties وبلاقي حاجة عندي اسمها room bounding، دي بحط عليها علامة صح وادوس اوكي. تمام، بلاقيه بدأ يحس بالحيطان كلها، وبدأت معايا في المشروع ان انا اقول له room وابدأ احط في كل اوضة. بتلاحظ ان كل اوضة هو حاسس بيها مستقلة عن بقية الاوض، بدأ يحس بالمعماري فعلا. عمرو سليم.